قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل سترد بعنف أشد من ذي قبل حتى على أي قطعة من صاروخ تطلق من غزة بعد اتفاق على هدنة مفتوحة مع نشطاء حماس الذين يسيطرون على القطاع. وبعد يوم من اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى حربا استمرت 7 أسابيع، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن إسرائيل وجهت لحماس أقوى ضربة على الإطلاق، ومضى يقول إنه لن يتهاون حتى مع قطعة صاروخ على أي جزء من إسرائيل، مضيفا أن الرد سيكون أشد من ذي قبل. ويواجه نتنياهو انتقادات حادة في إسرائيل على حرب مكلفة مع النشطاء الفلسطينيين لم تسفر عن منتصر واضح. وقال الجناح العسكري لحركة حماس ألوية القسام إن غزة انتصرت في حربها على إسرائيل، وذلك بعد توقيع هدنة بين الجانبين لوقف الصراع الذي امتد 7 أسابيع. انتصرت غزة المحاصرة ومقاومتها الباسلة لأنها ضربت عمق الكيان الصهيوني ردا على عدوانه. وقال مسؤولون فلسطينيون ومصريون إن الاتفاق يدعو إلى وقف إلى أجل غير مسمى للعمليات العسكرية والفتح الفوري لمعابر القطاع المحاصر مع إسرائيل ومصر، وتوسيع منطقة صيد بحري أمام سواحل القطاع على البحر المتوسط. وائل جمال، رويترز.